مشاهدينا الكرام وفي قنوات الكأس الرياضية في الدوحة وفي سوريا وفي كامل الوطن العربي الكبير والعزيز على قلوبنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا هنا من مانيلا عاصمة الفلبين في الباناد بارك، مسرح مباراة الجولة الأولى من المرحلة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر للمدرب السربي غوران. في هذه المباراة مع عشرة البداية بالدفاع الفلبيني بكرة من فراس الخطيب، ممتازة المقاسية الازدواجية والمحاولة الأولى من جانب عمر السومة، السومة القاتل في هجوم المنتخب السوري. أول محاولة إنكروس على مستوى التنفيذ، يرفع الكرة على القائمة الأول، التدخل من دفاع المنتخب السوري وكرة تعود سوريا. الجولة الأولى 9/2020 والجولة العاشرة والأخيرة يوم 12/10. السلامة بفنيات كبيرة يحاول تجاوز دفاع منتخب الفلبين، التوزيع والكرة الهدف مقابل اثنين، ثم هزيمة مع إيران وديا بخماسية. هذه كرة حذاري 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 حذاري، هدف أول من الخطير خافيير باتينو، هدف أول لمنتخب الفلبين. كنت أتحدث عن الإشكال الدفاعي لمنتخب سوريا في المباريات الأخيرة وقبول عديد الأهداف، وكنت أحذر من منتخب الفلبين. بعد محاولة أولى سورية من عمر السومة، ضغط فلبيني يولد هدف على إثر كرة ثابتة وخطأ فادح على مستوى المتابعة والمراقبة من جانب دفاع منتخب سوريا. كرة أولى كانت من خلال التمهيد بالرأس من جانب إيان رامسي، وبكرة تعود مرة أخرى من جهة اليسار، هذه المرة توزيع التصويبة قوية كانت المحاولة. جميل ردة الجويد من جهة اليمين، يرفع الكرة، البحث عن عمر السومة، هناك مطالبة من 2006 ل 2010، ترجع الكرة والتدخل من إبراهيم، جانبية تعود المواس، محمود المواس، كرة لحسين جويد، يرد السلامة مرة أخرى، عمرو جنيات يرفع الكرة طويلة، عمر السومة يحاول لكن يمشي محمود، مواس مواس إلى جويد، كرة ملعوبة ممتازة على التدخل من الأسلوب التكتيكي، سيعتمد أكثر على الهجمات المرتدة. المواس المتابع والمراقب من لاعبين، تعود لجويد، التوزيع عمر السومة براد، جول 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 جول، هدف التعادل. السومة السومة القاتل يتمكن من التعديل، هكذا هم نسور قسيون لا يستسلمون. بقوة ردة الفعل بتوزيع كلمة مليمترية، المطرقة الذهبية رأسية عمر السومة تعدل الكفة، هدف لهدف، أحسن سيناريو للمنتخب السوري. كرة من جانب المواس، توزيع على المقاس من جانب حسين جويد، ورأسية عمر السومة لا يعرف سرها إلا السومة، هي هي يا سومة، كرة في الشباك الفلبينية. واحد واحد نتيجة التعادل، تعود غير إلى حسين جويد، سحب لاسيست والتوزيع الممتاز جدا الفلبيني في هذه المباراة في تشكيلة المدرب كوران. كرة خطيرة والتصدي للحارس إبراهيم عالمة، تصدي إبراهيم هام جدا لكرة أخرى لخالد مبيض، دور تكتيكي كبير يصوب خالد مبيض، تصويبة صاروخ كان من خالد مبيض للحارس فين إنغروسو، هجمة للمنتخب السوري من جانب ورد السلامة، توزيعها كانت بعيدة على عمر السومة. اليوم هو الموسم رايكيلت، وعلى فكرة باتريك رايكيلت، وهذه كرة خطيرة للمنتخب الفلبيني، تكتيكية بين فجر إبراهيم وكذلك كوران المدرب السربي، هذه خطيرة ثري، جول 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 جول، خالد المبيض يبيض وجهك يا خالد المبيض، يتمكن من تسجيل الهدف الثاني بكرة كانت سريعة ممتازة جدا. المستحيل ليس السوري، النسور يحلقون عاليا في هذه المباراة، قوة شخصية وعزيمة وإصرار كبيرة لتنطلق الأفراح من تماس. كرة من جويد مرة أخرى في رأس الخطيب، الله عليك المبيض، يا سلام يا سلام يا سلام، ممتاز رائع،
بين ثلاثة أربعة مدافعين. يارب خالد المبيض بمهارات وهدف مارادوني. المبيض يتسرب يصوب يحط كرة في الشبكة. 2-1 للمنتخب السوري. أحلى البدايات. كرة في الوسط تعود لمنتخب الفلبين. هذه خطيرة ومحاولة ممتاز ممتاز التدخل من عمرو ميداني. تدخل في تايمينج جيد من جانب عمرو مينو. خطير هذا المهاجم خافير باتينو يرفع الكرة والتدخل من جانب جويسية قبل أن يتمكن خالد المبيض من تسجيل هدف الثاني. تعود كرة أخرى خالد المبيض أو زاهر ميداني سيتكفل بالتصويب. حكاية الشوط الثاني وفراس فراس الثالث فراس الخطيب بحث فراس عن جمالية في هدف ثالث ثاني بعد ما أعاد الروح السومة أمامنا على الصورة والشاشة قبل سوري في الدقيقة الثالثة في هذا الشوط الثاني. هذه الكرة وضربة جزاء ركلة جزاء. أي سيناريو أي سيناريو يا سادة. إيدال حكم الياباني يعلنها للمنتخب السوري على ساتو. كانت المخالفة لمت لسوريا ثلاثة نقاط. فراس الخطيب الخبرة تتكلم الخبرة تتحدث. فراس يتقدم خطيب يمشي خطيب يحطها خطيب الثالث. فراس يا فراس فراس الخطيب هدف ثالث للمنتخب السوري. أحلى بداية يا سادة أحلى بداية لنصور قاسيون في هذا الشوط الثاني وفي هذه المباراة. من غير فراس الخطيب يصنع الفرحة في مدرجات ملعب بانات بارك في الفلبين. الخطيب يسير بخطى ثابتة ويسجل الهدف الثالث. يباغت الحارس ميكائيل فالكيس كارد. 3-1 للمنتخب السوري أمام منتخب الفيس. كرة من كيفن إنجراسو يرفع طويلة إبراهيم علبة. حذر حذاري من هذه الكرات الثابتة لمنتخب الفلبين. يحاول العودة هدف ثاني في هذا التوقيت. يعيد من جديد توزيع أوراق المباراة. الدفاع السوري يجب أن يكون متماسك أكثر فأكثر. سكيلت تعود مرة أخرى للكابتن شراك يرفع الكرة طويلة سهلة. الكرة محمود المواس يعود إلى عمرو جنيات يرفع كرة عمرو بالرأس. يلا سوم الرابع الرابع يا سوم الرابع الرابع يا عمر يا سوم الرابع ممتاز. الشو الفستيفال الفرحة الفرجة المتعة السورية تتواصل في هذه الأمسية الكروية. مواس بإصرار كبير مواس بفنيات بروعة وامتياز. محمود المواس كرة لعمرو جنيات توزيع على المقاس الرأس الذهبية المطرقة السورية. عمر السومة شوف المواس دور كبير ممتاز يعطي كرة عمرو جنيات توزيعة ممتازة على المقاس. وعمر السومة برأسية ثانية في المباراة يسجل الدوبلي يسجل الثنائية يمضي رباعية في الشباك الفلبينية من الرؤوس والأقدام السورية. كرة عمر السومة في مثل هذه المنطقة في منطقة الجزاء. في الهدف الأول من الظهير الأيمن حسين جويد. واو خطيرة كانت المحاولة الفلبينية الأخيرة يبحث عن المباغتة في كرة الهدف الأول. ومن عمرو جنيات في كرة الهدف الرابع. عمل كبير للاعب أداء من أحمد الصالح. هذا التغيير الأول بالنسبة للمنتخب السوري. إذن خالد كردغلي مكان مرة أخرى سورية من فراس الخطيب يمشي فراس. يلا فراس فراس يهرب فراس توزيع على الخامس. الخطيب يحارب على كورته يفتكها ممتاز. عمر السومة يطلب الكرة واندو ناجحة. أوه يتدخل ألفارو سيلفا يتدخل مواس. العودة الدفاعية لكن مع وجود المواس لا وجود مستحيل لا وجود عودة لا وجود لسومة. يحاول تسجيل الهاتريك وكرايكيلت يحاول التصويب. تصويبة قوية قريبة كانت من مرمى إبراهيم الذي يضم لاعبين دوليين
ترجع الكرة حجمه معاكس المنتخب اللازوري من أجل الخامس. سوما سوما خامس جول أوه على الطاير يا سوما. سوما بعد كرة كانت من جانب مع فيليبين شراك يلعب الكرة خطيرة. حضور ذهني كبير لإبراهيم عالمة حط كرة فيلر. التدخل من جانب عمرو جنيان تبقى مرة أخرى لساتو وسهل المنتخب السوري المواس يلعب كرة ورد السلامة والكرة ضربت مع